الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الرابعة: لا شفاعة مثبتة إلا بالإذن والرضا، لا شفاعة مثبتة إلا بالإذن والرضا، لا شفاعة مثبتة إلا بالإذن والرضا. ونعني بهذا أن جميع الشفاعات التي ورد ذكر أو سبق ذكرها في القاعدة الثالثة ليست تقوم هكذا كيفما اتفق يوم القيامة، لا، فهي وإن كانت قد ثبتت بالأدلة إلا أن من شرط قيامها بين يدي الله عز وجل شرطان، وبعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة، ولكن في الحقيقة كلا هذه الشروط الأربعة ترجع إلى شرطين أصلين أساسيين. الشرط الأول هو المذكور في قوله إلا بإذن الله، وفي قوله ورضاه، وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فدلت هذه الآية على أنه لا تقوم الشفاعة التي أثبتها النص إلا إذا رضي الله عز وجل بقيامها. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأفادت هذه الآية أن الشفاعة المثبتة لا تقوم إلا إذا أذن الله عز وجل بقيامها. وقد جمع الله عز وجل الشرطين جميعا في سورة النجم في قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول، قوله ويرضى هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. والآيات في هذا المعنى متعددة، كقول الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهؤلاء هم الذين رضي الله عز وجل عنهم، والمقصود بالعهد أي شهادة التوحيد. وهناك شرط ثالث يزيده أهل العلم، وهو الرضا عن المشفوع له. وفي الحقيقة لا نحتاج إلى تخصيص هذا الشرط بقسم زائد، لأن الشرط الثاني وهو الرضا نقسمه إلى قسمين، لأن عملية الشفاعة مكونة من ثلاثة أركان: من شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. أما المشفوع عنده فهو الله تبارك وتعالى، وأما الشافع والمشفوع له فإن شفاعتهما إن الشفاعة فيهما لا تكون إلا برضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، فلا يحتاج إلى تخصيصها بشرط زائد. وهناك شرط رابع نص عليه بعض أهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين، وهي إسلام الشافع، إسلام الشافع، فلا يمكن أن يقوم أحد من الشافعين من الكفرة يوم القيامة. فمن شرط قيام الشفاعة يوم القيامة أن يكون الشافع مسلما، وأن يكون المشفوع له مسلما، فهذا شرط أيضا قد يستغنى عنه لقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل قال في كتابه: ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفار لا يكونون شفعاء ولا مشفوعا فيهم يوم القيامة. فإذا عادت الشروط كلها إلى شرطين، وهما إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع والمشفوع له، فلا نحتاج إلى تكثير الشروط ما دمنا نستطيع أن نجمعها في كلام مختصر.